قرار زيرو جمارك اللي هينزل اول يناير اللي جاي. اكيد. عايز اعرف راي حضرتك بس في الموضوع. هو عموما بالنسبه للقرار ده مش هيفيد البلد كتير، لان عموما العربيه الاوروبي او الامريكي ملهاش سوق في مصر بسبب عدد السيسيات بتاعتها والسلندر وقطع غيرها غاليه جدا، واحنا في مصر دايما بندور على العربيه اللي هي استهلاكا للوقود. هو لو القرار نزل هيبقى اللي قبل القرار العربيات تبيعها باسعار السوق الحاليه اللي هو بعد ما ارتفعت. هو بعد ما الاسعار ارتفعت، لكن لو الاسعار هتنزل في شهر يناير طبيعي اي حد عنده عربيه ممكن يبيعها عشان يكسب فيها ويشتري من الرخيص. بس مش في جمارك خالص على العربيات المصنعه في الاتحاد الاوروبي. تمام. ده سمعت عنه، يعني منتظرين نشوف الوضع ايه، لان انت دلوقتي لما انا هيبقى عندي عربيه وافكر ابيع دلوقتي وارجع يطلع في قرار جديد، ما اعرفش. انا في الاول وفي الاخر عايز اكسب، لا انا مخلي عربيتي لما اشوف القرار نفسه. يعني انت منتظر دخول 2019 تقرر ساعتها تبيع؟ اقرر ابيع، يمكن اللي هينزل ده هيبقى منفعه ليا، عربيتي السعر اللي هو دلوقتي لا يبقى اعلى. منتظرين يعني ان شاء الله. انت عربيتك نوعها ايه؟ رينو لوجان. 2018. طيب هل لو انت مثلا في نيه ان انت تغير عربيه او تجيب حاجه احدث دلوقتي ولا بعد يناير، ولا انت الموضوع مش في دماغك؟ لا الموضوع حاليا مش في دماغي، مش عشان السعر. ولو حبيت اركب انا ممكن اقول ماركه عربيه. يعني لو حبيت اركب ومعايا فلوسي هكمل هركب ياباني. في فئه التويوتا. تمام. بس هل في امكانيه انت تشتري سياره اوروبيه ولا ما عنديش مشكله؟ انت عربيتك كوري. انا عربيتي كوري. غيرنا كوري. اكيد مش هيبعد عن الكوري او الياباني. انت بتدور على حاجه برضو ايه؟ الصنع، قطع الغيار، ما تتعبكش، قطع غير متوفره. الكوري والياباني عندنا في مصر متوفر. لما تيجي تدور على حاجه مثلا قطع الغيار فرنسي او في عربيات كده نوعها، لا بيبقى ضئيل جدا، بتتعب في تشتري حاجه او تروح للتوكيل، بيبقى الموضوع صعب شويه حتى ماديا. لكن احنا بندور على المتوفر، قطع غيار كوري ياباني. طيب انا دلوقتي لو رحت الجمارك على نفس السعر اللي انا هلاقيه ولا مش هلاقيه؟ ما انا ممكن مثلا ابيع عربيتي وبعد ما ابيع مش هلاقي. انت عربيتك ايه؟ مسلوش اللانسر قرش. موديل كام؟ 2009. تمام. انت لو عندك نيه ان انت تبيع وتجيب حاجه احدث، انت عرفت ان هو الزيرو جمارك ده على العربيات الاوروبيه بس. حلو الكلام. تمام. اللي هي جايه من الاتحاد الاوروبي. انا هل لو بعت عربيتي دلوقتي هلاقي مثلا حاجه في سعرها، او مثلا لو حاجه احط 20-30 ألف جنيه؟ وعلى فكره هو السوق دلوقتي يعني زياده الاسعار دلوقتي موجود، يعني انت ممكن تبيع دلوقتي في الرفع. ما دلوقتي العربيات كلها رفع، العربيات كلها رفع دلوقتي. معلش في الكلمه، انا لو جيت ابيع بس انا عايز لما اجي ابيع الاقي معلش برضو ايه اللي انا اعرف اركب حاجه مكانها، اعرف اجيب عربيه مثلا مكانها الكلام دوت. بس ما انا ما خايف ابيع دلوقتي وبعد كده ما الاقيش حاجه مثلا بالفلوس اللي انا بعت بيها، معلش وانا كده خسرت عربيه تحت رجليا. انت حضرتك معاك عربيه؟ لا انا معيش عربيه. تمام. لا انت عندك لو نيه للشراء؟ عندي النيه للشراء. انت تشتري دلوقتي ولا مستني للقرار؟ لا ايه اللي مخليك مستني؟ يعني ايه انت هتشتري دلوقتي؟ مستني ان بالنسبه لاسعار الصيني والكوري غاليه. فهنشوف الاتحاد الاوروبي هل اذا امكن معايا ان هو مثلا السعر بتاعه هيكون متوازن معايا، او هيجي مثلا ايه على قد سيولتي انا، تمام، وهيكون مستريح معايا، وهضطر ان انا اشتري. بس هشوف السوق الاول ماشي ازاي. انت هتشوف السوق ماشي؟ هشوف. هشوف ماشي ازاي معانا. هل هو مثلا هيلائم معايا انا، تمام، كواحد مثلا بالنسبه للاسعار اللي شغاله دلوقتي هي عاليه جدا، ولكن مع الاتحاد الاوروبي هيكون ممكن ان هو يكون معايا على قد فلوس بتاعتي، على قد ان انا اقدر اجيبه بتاع. وهيبقى في مشكله اللي هي قطع الغيار بقى. انا معاك هيبقى في قطع، مشكله في قطع الغيار. هنشوف بقى لو في حد بقى مثلا هيبقى في حد هيفتح سوق مثلا قطع الغيار بتاعت الاتحاد الاوروبي، هيبقى حاجه كويسه.